اهلا بحضراتكم مره تانية، برحب بيك مره تانية سعيد. وكنا بنتكلم على اثنين مدربين كبار، بنتكلم على جارديولا المدير الفني للسيتي، وبنتكلم على طبعا يورجن كلوب المدير الفني لليفربول. قبل ما هتكلم معاك في النواحي الفنيه، عايز بس انا وانت والساده المشاهدين نشوف بيب جارديولا المدير الفني لمان سيتي قال ايه بعد التعادل مع ليفربول 2-2. So that referee has an emotions and he knows when he الحكم لديه مشاعر، وهو يدرك تصرفي عند رؤية ما حدث، وهو يدرك أيضا أن اللاعب يستحق البطاقة الصفراء، لكنه لم يفعل ذلك. أتفهم الضغوط التي يتعرض لها الجميع، فأنا أتعرض دائما للضغوط، وتعرض الحكم واللاعب للضغوط. يتم اتخاذ القرار في لحظة واحدة، والوضع كان واضحا وحدث قبل 30 أو 25 دقيقة من صافرة النهاية، وكانت النتيجة آنذاك التعادل بهدف مقابل هدف، ثم تخلفنا بهدفين مقابل هدف، وجاء ذلك الهدف من منطقة ميلنر، ولذلك احتجت للإشارة لذلك. أنا راض بصفة عامة بالتعادل، لكن كان بوسعنا خسارة المباراة بسبب هذا التصرف، وكان ذلك سيغضبني، غير أن الحكم يعرف حق المعرفة أن اللاعب استحق بطاقة صفراء ثانية. طبيعي جدا ان يعني كان في شيء من الغضب شويه، يعني واضح جدا ان جارديولا كان شايف ان المباراه ممكن تروح لسكه مختلفه، بيعلق على عدم طبعا بعض القرارات التحكيميه، وخاصه يمكن اعتراضه على القرار عدم انذار الثاني او اشاره الانذار الثاني لميلنر في الدقيقه 25 من الشوط الثاني قبل ليفربول ما يسجل الهدف الثاني. صحيح، ده كان يمكن انفعال جارديولا ناتج عن ان هو تعرض لضغط ثلاث مباريات قويه في الاسبوع، وكمان ريتم وايقاع المباراه كان صعب جدا. ويمكن انا شفت انفعاله مبرر، لان شخصيا شفت ان كان ميلنر يستحق الثاني، كانت واضحه بشكل، لان ميلنر كمان حاول الشوط الاول برده كان في كوره فيها تلاحم مع فودين داخل منطقه الجزاء، فكان واضح ان ميلنر عنيف شويه. فانا شفت انفعال جوارديولا طبيعي جدا، ويمكن هو امبارح اتكلم بشكل جريء اكتر، مش متعود على كده في انتقاد الحكام. يمكن قال ان انا متفاهم ان في ضغوط وده، لكن انا واثق ان ده عشان في ملعب انفيلد او لو في اولد ترافولد برضه كان هيبقى في نفس الضغوط، لكن لو معانا احنا في مانشستر سيتي اعتقد كان هيبقى في طرد. فجرأه جوارديولا او انفعاله ده اعتقد ان هو نابع عن ان هو ايقاع المباراه كان سريع جدا، وكمان تعرضه للضغوط في اخر ثلاث ماتشات باريس وقبلها تشيلسي، فكان اسبوع صعب جدا، وخروجه بهذا الشكل منه اعتقد هيودينا طرف. كان طبعا تصريح غاضب لبيب جوارديولا على الحكم.